مرحبا بكم، أنا مدرستكم دان بي، وأنا أعلم دروس الرسم للأطفال من دول مختلفة. لذلك يجب أن تتذكروا جيدا، وسأحكي لكم حكاية متصلة من المحاضرة الأولى حتى المحاضرة الثانية عشر. وعندما أفكر عن المحاضرات معكم أكون متحمسة جدا. نعم، هيا نبدأ اليوم أول جزء من قصتنا. كانت هناك زرافة تعيش في الصحراء، وعين الزرافة كانتا مصابتين، ولذلك كانت لا يمكن أن ترى أمامها. ألا يوجد ماء؟ لا يمكن أن أجد الماء لأني لا أستطيع أن أرى. وقالت الزرافة: الجو حار جدا وأشعر بالعطش الشديد. وبالرغم من أن الزرافة لا يمكن أن ترى أمامها، إلا أنها صارت بحثا عن الماء. نعم، اليوم سنرسم الزرافة. أنا سأحاول رسم زرافة باللون الوردي. أولاً نرسم الوجه، ونرسم الرقبة طويلة هكذا، ثم بعد ذلك نرسم الجسم ثم الذيل. ثم نرسم الأرجل. وهكذا نرسم الوجه أيضا. بعد ذلك نرسم النقوش. سنحاول رسم نقوش الزرافة في الخلفية هكذا. ثم الآن نلون الزرافة.
سنلون النقوش باللون البنفسجي. نحاول تلوين نقوش الخلفية أيضاً. بخفة بألوان الباستيل ندعك ثم
يجب الحذر حتى لا تتطاير حبيبات ألوان الباستيل. وحيث نلون الخلفية باللون الوردي تكون ملائمة للزرافة. نعم، اكتمل كل شيء. كيف كان الدرس؟ لأول مرة لقد ظهرت الزرافة. ما هي خصائص الزرافة؟ نعم، عنقها طويل وأرجلها طويلة. حاولوا رسمها مع إظهار هذه الخصائص المميزة. ولقد لونتها بلون مختلف عن لون الزرافة الحقيقي. أنتم أيضاً يا أعزائي، حاولوا تلوينها بألوان مختلفة عما رسمنا. نعم، مع السلامة وأراكم في المرة القادمة.